دكتور محمد، ما شاء الله يعني مسيرة علمية حافلة بالنبوغ. شكرا لحضرتك. لكن خلينا نقف مبدئيا عند العلاقة مع النادي الأهلي، بدأت إزاي؟ بدأت منذ الطفولة، يمكن يعني من نشأة النادي في مدينة نصر، احنا كنا أعضاء. 92 93 92 93 تقريبا. ويمكن طفولة الواحد جزء كبير منه مرتبط بالنادي. وانا اتذكر النادي في بداياته لما كنا بندخل في المبنى الاجتماعي، وكان في المكت بتاع مشروع النادي والحلم الكبير. لان زي ما حضرتك تتذكر النادي بدا على مراحل. صحيح. بدا بالمنطقه الاجتماعيه ومنطقه الاطفال، وبعد الملاعب، وبعد كده بدا لحد ما وصل النهارده صرح كبير ما شاء الله. يعني نقدر نقول من اكبر النوادي اللي موجوده في مصر والشرق الاوسط، نادي مدينه نصر بالذات. حضرتك متفاعل مع الرياضه ولا عضو اجتماعي فقط؟ عضو اجتماعي. انا اشتركت في الرياضه زمان، كنت اتدربت فتره سباحه، وكنت بدات ادخل فريق السباحه، بس في فتره معينه دراسه دايما، والفترات الدراسه ما كنتش يعني ايه، كان موضوع الدراسه بيبقى ليه اولويه عندنا. فتنوعت في الرياضه هوايات، اشتركت في حاجات كتيره في الرياضه، كنت في السباحه، لعبت باسكت فتره طويله في النادي، قعدت سنتين ونص بلعب باسكت. برضو اخذت وقت طويل في التنس، لعبت بينج بونج. فكان في رياضات مختلفة، ودايما يعني المهم ان الواحد يبقى عنده هوايات. ممكن في بعض الناس ممكن بتوصل للمرحلة الاحترافية، لكن وجود هواية في حياة الإنسان بتبقى حاجة مهمة جدا. لازلت محافظ على الممارسة؟ يعني قدر الإمكان يعني ايه، بنحاول احنا نمارس الرياضة، لأن الحياة محتاجة الواحد يدي وقت للرياضة، وقت الجانب العلمي والجزء العملي، لكن الرياضة حاجة مهمة في حياة الإنسان لازم الواحد يواصل عليها. حضرتك دي أول محاولة للترشح ولا ترشحت قبل كده؟ لا دي أول محاولة إن شاء الله. أول محاولة، وأول محاولة في الرياضة عامة يعني؟ في الرياضة. طيب، يعني طبعا كل أي حد يتكلم في علم طب النفس على طول، مجرد ما يذكر طب علم النفس بيذكر الدكتور مضى أبو العزايم. ربنا يديك يا ده الجد لحضرتك. أنا اسمي محمد أحمد جمال ماضي أبو العزايم. الوالد برضو واحد من أساتذة الطب النفسي الكبار، جدي رحمة الله عليه دكتور جمال ماضي أبو العزايم. وكان في جامعة الأزهر، وكان من مؤسسين الطب النفسي وفي الأمانة العامة للصحة النفسية. صحيح. والدي دكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم، هو كان الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي للصحة النفسية، وهو استشاري الطب النفسي، ربنا يديله الصحة. وأنا استكملت المسيرة، وربنا يجعلنا سبب يعني لمساعدة الناس يا رب العالمين. راقية قوي رسالة علم طب النفس. هو الطب بشكل عام هي مهنة إنسانية، والتعامل مع النفس البشرية بيبقى ليه حساسية خاصة. لأن أوقات كتيرة الناس، إحنا في مصر بدأ يبقى فيه ثقافة أكبر متعلقة بالطب النفسي وعلم النفس بشكل عام. لكن بشكل عام لما نتكلم على مفهوم الصحة، كان زمان قبل إنشاء الجمعية العالمية للصحة، منظمة الصحة العالمية، كان مفهوم الصحة هو خلو الجسم من الأمراض. بس في الحقيقة المتخصصين لقوا أن الفكر ده هو محتاج تطوير. فأصبح تعريف الصحة هي أفضل صحة جسمانية، أفضل صحة نفسية، وأفضل صحة اجتماعية. فمن هنا أصبح جزء النفسي مركب رئيسي لاكتمال عامل الصحة. ومن هنا تكمن أهمية الطب النفسي، لأن احنا أوقات كتيرة بنتعامل مع ناس كتيرة في حياتنا وبيتعاملوا معانا بشكل ايجابي ومقبولين جدا، لكن في حياته من جوه بيبقى فيه اسرار، وبيبقى ممكن يبقى قاعد قدامنا وحياته مستقره، لكن هو من جواه ممكن يبقى عنده الم شديد. وفي بعض الاوقات ان الانسان ما بيقدرش يعبر عن نفسه او يتكلم عن نفسه او يطلع ما بداخله، تفضل الطاقه السلبيه متمكنه منه لحد ما في وقت معين يبقى ليه اثر سلبي على حياته. ومن هنا نقطه التوعيه. لان المجال الطب النفسي والصحه النفسيه في العالم كله محتاج الاويرنس كامبينز، اللي هو نودي رساله توعيه، لان التوعيه باهميه ده هو يقدر يقينا مضاعفات كبيره متعلقه بالحياه الاجتماعيه والحياه النفسيه والحياه الصحيه في نفس الوقت. عشان كده حضرتك حرصت على ان انت تكون يعني جزء من هذه العيله بقى. ان شاء الله يا رب العالمين يعني نكون اهل لها باذن الله، ونستمر في المسيره يا رب العالمين ان شاء الله.